طلاب الصف السادس هذا الفيديو التابع لآلية عمل الورقة وعملية البناء الضوئي. خلينا مع بعض نذكر كمان مرة خطوات عملية البناء الضوئي. بداية تمتص مادة الكلوروفيل الموجودة في البلاستيدات الخضراء ضوء الشمس وتخزن على شكل طاقة. 2 يدخل الماء إلى الورقة عن طريق أوعية الخشب. 3 يدخل غاز ثاني أكسيد الكربون عبر الثغور إلى الورقة. فهيك صار في عندي شروط عملية البناء الضوئي اتحققت، يلي هي ضوء الشمس مع الماء مع ثاني أكسيد الكربون. بعد هيك نواتج عملية البناء الضوئي شو بتكون؟ بيكون عندي السكر وأيضا كمان الأكسجين يلي بينتقل لباقي أجزاء النبات.